يواصل الاقتصاد الوطني مسيرة الأداء الإيجابي بفضل مختلف مؤشرات الإطار الماكروإقتصادي التي تتوجها معدلات النمو الإيجابية المتصاعدة، وذلك راجع إلى الاستراتيجيات القطاعية ذات النتائج الملموسة ومنها قطاع الموانئ. هذا القطاع يحظى بأهمية كبرى لكون المغرب في ملتقى أهم الطرق البحرية الإقليمية والعالمية بفضل موقعه الجيوستراتيجي. واليوم عن النمو الفائق لحجم المبادلات التجارية البحرية وكذا عدد السياح المستعملين للسفن، جعل بلادنا تتبنى رؤية مينائية مستقبلية تعزز انفتاح المغرب على محيطه وتساهم في التنمية المحلية ومستوى عيش المغاربة. ويتوفر المغرب حاليا على 13 ميناء مفتوحا في وجه التجارة الخارجية، إضافة إلى 19 ميناء للصيد البحري وستة موانئ للترفيه. ويسجل رواج الموانئ المغربية سنويا أكثر من 115 مليون طن، وتستقبل 4.2 مليون مسافر، منهم نحو 400 ألف من سياح الرحلات البحرية، كما تعالج 1.4 مليون طن من المنتوجات البحرية. ومن أجل الاستفادة من الفرص الدولية في مجال النقل البحري الدولي، أطلق المغرب سنة 2012 الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 لتواكب على مدى العقدين المقبلين فرص النقل البحري، وتجعل موانئ المملكة رافعة اقتصادية عالمية تتناسق وسياسات إعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئة وتسير الجهوية التي اختارها المغرب. ومن أهم هذه الفرص الدولية كون 90% من المبادلات التجارية الدولية تمر عبر البحر، و7.5 مليار طن من البضائع تمر عبر الموانئ، كما أن أكثر من 20% من الرواج العالمي للمحروقات والحاويات يعبر البحر الأبيض المتوسط. فضلا عن ذلك، يتوقع استقطاب 1.2 مليون سائح بحري في أفق 2030 مقابل 400 ألف فقط حاليا. هذه المؤشرات الإيجابية جعلت المغرب يفكر في تطوير محطات مينائية خدماتية حديثة ملائمة للاحتياجات اللوجستية العالمية. ومن خلال الدراسات المنجزة، سيرتفع الرواج المينائي في أفق 2030 إلى ما بين 290 و370 مليون طن سنويا، في حين أن العرض الحالي لا يتعدى 140 مليون طن. لهذا جاءت الاستراتيجية الوطنية للموانئ لتلبية الطلب المتزايد على النقل البحري من خلال تحديث الموانئ وتحسين أدائها وتنافسيتها عبر استثمارات مهيكلة ضخمة تتوزع بين بناء موانئ جديدة وتوسيع الموانئ وتحديثها وإدماج الموانئ في محيطها الحضري. موازاة مع هذه الاستراتيجية التي تبلغ استثماراتها 60 مليار درهم، فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بصدد إنجاز استراتيجية وطنية لتنمية البنيات التحتية المخصصة لصناعة وإصلاح السفن. بهذا سيتوفر المغرب على 6 أقطاب مينائية على طول 3500 كيلومتر لكل قطب، وظائف تراعي خصوصية كل جهة وإمكاناتها وحاجياتها تتناغم وباقي الاستراتيجيات القطاعية، كما أن لكل قطب من هذه الأقطاب مهام خاصة به. قطب موانئ الجنوب الذي سيتعزز ببناء الميناء الجديد داخل الأطلسي لتثمين الثروات السمكية بالمنطقة واستقطاب الرواج التجاري نحو غرب أفريقيا، حيث الدراسات التقنية في طور الإنجاز وستنطلق الأشغال به في 2018.
قطب سوس تنسيفت، حيث سيعرف المركب المينائي لأجادير توسعة كبرى، والذي يتميز بالتجارة والسياحة والترفيه والصيد البحري. قطب دكال عبدة سيشهد بناء مينائين جديدين بالجرف الأصفر وآسفي، وسيجعله مركزا للصناعات الكيماوية والطاقية مختصا في نقل الفوسفات والمحروقات. وقد انطلقت أشغال بناء الميناء الجديد بآسفي في 2013 على أن تتم نهاية 2017. أما الميناء الجديد للجرف الأصفر فدراساته في طور الإنجاز. قطب القنيطرة الدار البيضاء يضم مينائي المحمدية والدار البيضاء، بالإضافة إلى ميناء القنيطرة الأطلسي الجديد، حيث دراساته التقنية في طور الإنجاز، وستنطلق الأشغال به خلال النصف الأول من 2017. قطب الشمال الغربي يضم ميناء طنجة المتوسطي الذي يشكل بوابة المضيق مع طنجة ورمز التطور المينائي للمغرب، ومن المرتقب الانتهاء من أشغال ميناء طنجة المتوسط 2 وأشغال إعادة تهيئة ميناء طنجة المدينة خلال سنة 2017. القطب الشرقي وهو موجه نحو أوروبا والحوض المتوسطي خاصة دول المغرب العربي، سيتعزز ببناء ميناء الناظور غرب المتوسط، وقد تم إنجاز كل الدراسات وستنطلق الأشغال به خلال النصف الأول من 2016. ومن أجل اندماج المشاريع المينائية مع محيطها الجهوي والوطني، فقد تم ربطها بمختلف شبكات النقل من طرق وطرق سيارة وسكك حديدية، حتى تكون المناطق اللوجستية والأقطاب الفلاحية والصناعية الواعدة مرتبطة فيما يشبه شبكة وطنية من البر إلى البحر، تشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني. موانئ المغرب اليوم ورش مفتوح لتصدير المنتوجات الوطنية والتعريف بالثقافة والغنى الجغرافي للبلد، وهي بمثابة بوابة العالم على بلادنا من أجل التبادل التجاري والتطور الاقتصادي الذي سيستفيد منه المحيط الإقليمي والقاري للمغرب مستقبلاً.